درجة الحرارة هنا المدرب التونسي سمير شمام مدرب فريق الأخضر عن الوقت السابق حيث كانت المباريات تنطلق 4:30 أصبحت وهذه فرصة الآن فرصة والتسديد وفرصة ولكن ممتازة ممتازة حسن المجبري ينقذ فرصة كانت رائعة تمرير الكرة ممتازة ممكن لعب الكرة بالعرض وينجح رضوان توفيق في إبعاد الكرة اللي جاءت فجأة تسديدة مفاجئة كانت لكن رضوان توفيق يبعد بقبضة يديه من منتصف الملعب تمرير الكرة بشكل طيب هذا اللاعب بدون مراقبة ممكن تسديد والتسديد وممتازة رائع حسن يا مجبري لاعب أحمد سعد سدد بالرجل اليسرى هذه الإعادة وهذه اللقطة الرائعتين كانت رائعتين لكلا الفريقين شتيوي يفتح اللعب الأمامي كرة ملعوبة بجهة الجناح الأيسر ولكن تسديد الآن والتغطية كرة تبعد بشكل أو بآخر تجاوز منتصف الملعب يخرج الحارس فرصة وهنا ربما سنشاهد شيء إداري هو قرار الحكم الآن بطاقة صفراء ربما ستشاهدون الإعادة حارس المرمى توفيق اللي خرج الإعادة الآن حارس المرمى لم يتمكن من لعب الكرة بالرأس خاصة هو هنا المتابعة هناك لاعب آخر داخل المنطقة هناك لاعب إذن البطاقة الصفراء هي المستحقة التنفيذ محسن لوجلي أم بوخريس بوخريس ترتطم بحالة السد تعود من جديد تبعد الكرة انتظار هز الشباك هنا أو هناك حتى الآن محاولة لصالح فريق التحدي تمرير الكرة فرصة ضائعة المتواضعة يدخل لاحظوا ممتاز حسن المجبري الآن كرة في صالح فريق الأخضر تسديد من بعيد غير متوقعة كرة خطيرة وهذه الكرة اللي قلت أنا أفضل لاعب ربما وكأني أعطيت عينه على العموم لاحظوا هذه الكرة حاول معها والله ولكن الكرة قوية كرة كانت ممتازة وداخل الشباك إذن الهدف الأول يأتي عن طريق هذه التسديدة الرائعة من اللاعب البنيني الذي يرفع كرة داخل منطقة الجزاء وبفعل ترفع كرة عالية ولكن سهلة في دين الحارس رضوان توفيق وقت يمر ونلعب في الوقت بدل الضايع والمحاولة والتسديد صافرة الحكم الشارف الفزاني ها هو الآن يطلق صافرته معلنة عن فوز فريق الأخضر على فريق التحدي بهدف مقابل لا شيء